بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معتو بكيو يقول السائل السرها توبكو تيما الهدف، أي ما الهدف الأساسي من الاعتكاف؟ اعتكافها كهجحان مكا أساسه ين هدف محاي، ولماذا ترك المسلمون تلك السنة؟ مسلميني اعتكاف أي سنة مؤكدة يعني تنهيها محاحة بيني مسلمين الدلاء سنة كدمة بليكا محاحة بينيه إياهاي. الجواب علماء ينمي الحمد لله، أولا اعتكافها تقحتكي من السنن المؤكدة، مؤكدة تنهي تن سنة دقاله إياه تنيمي، لأن كهك النمي التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فرمو يتمن قم أبكراج اللي لوك ينهي عن سنة كنيه حبوا أنا مفردين تسنتها هي. وقد اختفت هذه السنة من حياة المسلمين، مسلمين حياة لا أسنتها اللي اتيه كدمة بلية إلا من رحم ربي، شأنها في ذلك شأن كثير من السنن التي أماتها المسلمون أو كادوا رب برقسيك أو حبيك إن كنا بايسيك بيت كادوا علت أمبلية انت سنة حدو قفته دني دقوه مسلمين الدلاي. وذلك أسباب، كل ذلك له أسباب، أسباب التليه إن مسبب أي أسنة المسلمين كاكتا ميتو أيتا مسلمين الدلكا كان بلو أيتا سببك إن كي تسبب ضعف الجانب الإيماني في كثير من النفوس من قمره دقرتا إيمان ندقنتني وهو سبتها بيتم أمبلك هو أيتما وهو سببك تينا. كذلك الإقبال المتزايد على ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، سينامك من قمري الدنيا ما سلفاكي الدنيا الشهوات التيكي الدنيا حاجدتي فوحك فوحك حينها خيرا در عديني مسبتا والذي أدى إلى عدم القدرة على الابتعاد وقد فوحك فوحك يدق حينها ندوية الدنيا در حبانا وأخيرا در حبين فوحك باهنا ما كين لي جبده وهي سبتاه. كذلك هوان الجنة في نفوس كثير من الناس من قمر الدقرتا جنة بولاي وميلهم إلى الراحة والدعة الدنيا الراحة كي حي حيلي حاجد كينك عيقيم سبتها، فلا يريدون تحمل مشقة الاعتكاف اعتكافا قحانا ميه جبدا بنا مدودانا وهو يحمليني يكو عسيتينمي كن دقرا كين هدعيحينها، ولو كان ذلك في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى واعتكافها كحانا هو قبدا بنا دعسيتانا ما يلي كحنيق تكيني ويا إسني كحنو كن نفسي فرامي كحنو يسكميني يلي كحيك إحنا ما درهي إني من سببا. ومن علم عظم قدر الجنة وأنهن ما جنتي حق قدري جنة حق جنة ليه تنبناكي جنة تنعينكي يارجيه النمويو بذل في الحصول في الحصول عليها النفس والنفيس او قدري اسيد دقرتك كي غالك تنيمكي كل مسي وقتي اسي عافية اسي عمدمرينو اسي كدمرينو اسي الدورينكي اكايحي. قال صلى الله عليه وسلم يليه نبي ايما يمعتو بكوي الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة يؤبيا هي نبي عليه الصلاة والسلام يلي نعوسيا يلي تلمو غالكتا يلي بدعا غالكا يلي تلمو ككيانا يلي إسن عوسة داماما جنتا يعم جنتا يلا كلامتانا ما يلي كلام ملي دائما جنتك كويتكي وكتكلا يلا كلامتانا ما معنتامتا يلي سببها أبتنكا تككي إسي أحوايسي حندا سناما يحيمي جنتاي. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كله كادو سبب اعتكاف مسلمين الدلكة كان بليوة اقتصار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من النفوس على الجانب اللفظي دون العمل. كل نمو فرميتك حنه يانا وكحني الرابط أدوها قحيه سرعة تامت أدوها نواه ينكحن فرميته لون من السبتة إياً. والذي يتمثل في تطبيق جوانب السنة المحمدية المتعددة منها الاعتكاف تهمو دبك اعتكاف إن يمن قوم التنبلي ودود تاهية. قال الله تعالى يلي إيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يلي فرمويتي كتيتو معك تيلتونو نعم اتباع الرسول تو أسوة حسنة لتوني رب سبحانه وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تو أسوة حسنة فرمويتك تيوت لمي أخيرا هيرو تنياريك هو يروح معاني هتامي تا هو يروح عاقي تا مراي
يلا من قم حسه يا مراي أبين يلي هي قدر تقولي مي عاقو كي سنقل له يا مرا أمام مرهن ناهي هاي سينما تو مركي ويتاهي. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله تما آياته تغحتكي أسلي اللي فرمويتك تيانا متى أسلي مرحوتك كبين التككي أمان حالة لا فرمويتك تيانا ماي ومن أحواله وأفعاله اعتكاف بكينيمي عشر أواخر اعتكاف بكينيمي. وقد تعجب بعض السلف من ترك الناس من ترك الناس الاعتكاف مع مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض السلف صلف الصالحين سينما اعتكاف حبتات أو وعدي عجيب كين التكيه معها يلي فرميتي حياة حبيها اعتكافا بل الذهبها رمضانك فترة لصت مكليها وعدي تها اللي عرقينيه نكلي أبو أمري كي كتايه مرك أبو أمري ولوكا عجيب كين التكيه. بل قال ابن هشام الزهري يمي عجب للمسلمين مسلمين حاجة دي حكمي تركوا الاعتكاف اعتكاف حبينه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله مدينة حلة هجره يا ما يلي كابتهم فنحبيه اعتكافا حبتوا عدي مسلميني مسلمين حاجدي حكمك يعني. ثانيا كلها الاعتكاف الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اعتكاف العشر الأواخر من رمضان اعتكاف من قلنا لبكين ما إلا حبوه حبوا اللي مسلمين كلي برسمين اعتكافا عشر أواخر اتكابان ما. وهذه الأيام وأيرورة دورة تحتكي وقت معدود ينها وقتية ميرجه هي تبنا يروه إنها تاني مجنني من سبتها مسلمين رمضان العمر الألس اللي انكد سنة اللي انكد يماتيها رمضان لا اعتكافها قحانا ما حباسي توانا ما أي شكرا عتا وقدري اللي فرموتي السنة التاماي غفلتك غرحكالتي فساد الأمة كادو صلاح المجتمع والأمة دتني من سبتها وفردينتها. الهدف الأساسي من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر لكن هدفه تقحتك اعتكافها كحانمك هدفه تقحتكاتك كي ليلة القدر قرنتو. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام رمضان كان هرسيت بن اعتكافها قحيه توكيكي عشر الأوسط كادو قحيه تهوق مدلو النبي عليه الصلاة والسلام ثم أطلع رأسه فلما كلم الناس فدنوا منه سهدايا بسيه قال ديوينيهن وعدي فقال إن اعتكفت العشر الأول ألتمس فيه لهذه الليلة القدر قرنت نهرسيت بن قحيه قدت بن قحيه ميا ثم أوتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر تو قدري يليميته 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 داقي يليميته تون لا سونه بلمي أمر القدر يقول رسه يا رمضان كل حبت تبنت ينيه وكينيه فمن أحب منكم أن يعتكف سينك اعتكافها قحم فلاه النمو أن يعتكف معناه فليعتكف فيه فاعتكف الناس مع سنة من كي قال لي قحتي توعدي ودر نهر ستة بناه قحي غيري تبناه قحي موعدنا اعتكاف اللي حبوت تبنات يعني موبرا ليلة القدر كي فرع مرسيني كبيه وعدي أبينه إيه موعدنا نهتنا لا هدف الهدف الأساسي من الاعتكاف ليلة القدر قرنا معته بكوي والاستعداد لقيامها وإحيائها بالعبادة وبر عبادة صورة قديناناه روح يقدين أنا بر روح يقدين سانقدكني لأن هذه الليلة فضلها عظيم كدم دلهم براي ليلة القدر خير من ألف شهر يلك كيهم براي اجتهاده صلى الله عليه وسلم عبادة لسكلك ينجحلو تيت تبكينهن قرنتو تيت وقتي أككك تيت قرنتو تحلكيني فبدأ بالعشر الأول نهار سيت بناي قدت بناي لحبت بناي إلى إسدتنه تنتبن قيهم فنحبك مناي كله كادوا متابعة الصحابة رضي الله عنهم الرسول قدم اللي كتت الصحابة أمت يلاي واستمروا كل نمو كل دبان للينها وقت لي اللي فرموت اللي كتاكا الدنيا كاللي بعينه ننتياي شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورحمته بهم يلي فرموت إسكتاي سيسي لكينيها الدواواي كيني لكينيها كأنكحنوي محاهاي مشقة اعتكاف كان المشقة بها مكاف فرمري فمن أحب منكم إياها وعدي سين فرمري لأنه قبدا بنا كان التلكي حباشتون سنك إني مكاك يعدقونه
طمح كيني كينا بي عليه الصلاة والسلام وللاعتكاف مقاصد أخرى كله كاد اعتكافها كهبانه حاقي دكي من قنت ما يرحي الانقطاع عن الناس ما أمكن سهدك ضدها نقدي سهدك يقرعيني يلا اللي هدبوانا إصلاح القلب الإقبال على الله تعالى بكل يتي سنم اعتكافها كحيا أنه فوحك فوحا ربي تقحيه سرق حب رئيسكي كالعسه مسوسة سفوسة قداي الانقطاع التام للعبادة الصرفة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة القرآن عبادة برسلوك غير من كي حبيني عبادتها أنواع أسكارة تنيتن عبادو دي صلاة دعاء ذكر قرآن يخرين ميت أنه تنميتي فوحك فوحا قحانك قداي كذلك حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حدود النفس والشهوات صوم الأراد حب هاي تويتا صوم أي مس هاي تويتا مكاد حيري إدتا النوم اعتكافه مومنتي مسجد الدلغة حاملاي كله كادو التقلل من المباحات من الأمور الدنيوية الدنيا حاجة ديك دعا كاتنه تنيمكي دقوي ستي إدية ماتي لأن مسجدي يكيسين ميكاه باهين كليهم اللي تنتا أرحكو ويتا مسبت هاي تنهتم معانينا إدتا نيم عتوبكو يوي الله أعلى وأعلم.